طيب دلالة اللي يشوف عيش أو خبز في المنام؟ أنا كنت بتفرج على أحد القنوات وقال لك رؤية العيش دي مشكلة. إزاي؟ ده لسه أنا كنت في الصالون بتاع الدكتور حسن راتب أسمعه وكان الدكتور عصام. لن نجد أحد يحب الشيخ الشعراوي زي الدكتور حسن، عارفة ليه؟ رحمة الله عليه الشيخ الشعراوي. لأن ما حدش يعرف قدر الشيخ الشعراوي قد الدكتور حسن راتب ولا أولاده ولا الكلام ده. أنا ما بقولش كده، لا عايز أتقرب لده ولا ده، صحيح إحنا في غنى عن أي حد بالله ورسوله. ما حدش يعرف قدر الشيخ الشعراوي غير اللي زيه، واللي زيه حسن راتب. فعصام دون اللي هو الدكتور عصام شاف إن هو الشيخ الشعراوي بيقول له على عيش وعلى خبز، وكان رؤية هو بيقولها دلوقتي على في الصالون وقبل ما نخش الحلقة. فصبح الصبح وقال له، شاف الشيخ الشعراوي في الرؤية بيقول له حيي حسن راتب، فحيى الدكتور حسن راتب بأبيات من الشعر. وصبح الصبح لقى الدكتور حسن بيضرب عليه علشان يروحوا يفتتحوا المخابز اللي الدكتور حسن عاملها في العريش ابتغاء مرضات الله، وأكل من العيش ده كان جميل. تعال بقى ما نشوف العيش ده ربنا قال عليه ايه. قال يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، وقال كلوا من طيبات ما رزقناكم، قال كلوا من طيبات ما كسبتم. طب نشوف الطعام كله بقى بالعيش بكله ربنا عده لنا ازاي كده، عشان يطلع لنا اي حد يقول لك ده مشكله. مشكله ايه؟ ده متخلف. انا عايز حاجه قران وسنه. للاسف اديني قران وسنه. في بروسات خطيره. شفت بقى ربنا قال ايه بقى على الاكل؟ اتفضل. فلينظر الانسان الى طعامه، الطعام اللي احنا بناكل ده. ايوه. انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شق فانبتنا فيها حبا، وده معمول من الحبوب، وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأب متاعا لكم ولأنعامكم، والله أعلى وأعلم. كل خيرات ربنا طبعا.